شو لوين رايحة؟ نور ليكي، أنا بدي أقول لك على شغلة كتير مهمة، بس بدي أطلب منك تضل أعصابك كتير حديد وتكبري مخك وتضلي رايقة، اتفقنا؟ شوفي ليلى شغلتي لي بالي. أنت بتعرفي رقم سيارته لبائل؟ إيه بعرفه. والرقم هو كالتالي 934970. مزبوط. هلا انت متأكدة؟ طبعا متأكدة. قولي لي هو هل صاير له شيء؟ لك ما صاير له شيء، هو مثل القرد. لا تقولي مثل القرد. يي علينا، مثل الملاك وائل، مثل الملاك بجنن. بس عم بيخونك يا جدبة. شو؟ مثل ما عم قلك، وقدامك 3 دقائق تروحي تغيري ثيابك وتيجي معي لأثبت لك هذا الشيء. ثواني. يا الله، والله ما كان لازم إلا، كان لازم حل القصة لحالي. لك يا نور، وينك؟ تأخرنا. يلا. ماني شايفة حدا، ما أنا موجودة. السيارة وينها؟ لك طولي بالك بس لنلاقي ميديا. طيب دقي لها شوفي، بركي نحن مخربطين. ها هاي هي. قالوا ايه ميديا، شو صار معك؟ لوين؟ شو؟ طب الله يصلحك انت. شو؟ ايه ماشي. ايه يلا، بس وصلتي حاكينا. يلا اوكي باي. شو وين راحوا؟ قال طلعت السيارة من 5 دقايق وهي لاحقتهم بالتاكسي. طب ليش ما مسكتوا قبل ما يطلع بالسيارة؟ ايه لانه المخرج العظيم كان عم بيخانقها، فهي ما انتبهت غير والسيارة عم تمشي. ايه والعمل هلا؟ شو العمل؟ دقي له لوائل، هذا الحل الوحيد. يا زكية كيف بدي ادق له؟ موبايله السوري مسكر، ولما دق لي من الاردن ما طلع عندي رقم. شو بدنا نساوي لك؟ يا ستي ما في حل غير انه نستنى ميديا. ها ليكا. ايه ميديا وينك؟ يلا ماشي جايين لعندك. يلا باب. ما في غير هذا الباب. وائل موجود؟ مين حضرتك؟ أنا خطيبته، قصدي خطيبته السابقة. ممكن تناديله؟ أكيد حضرتك مخربطة بالعنوان. لحظة لو سمحتي، يعني أنا ماني جاي لأخرب عليكي، بس يا ريت تقولي له الأستاذ وائل إنه شكراً على المفاجأة الحلوة. تفضلي. عفوا لو سمحتي اذا بتريدي، بس نحن بحق لنا نشوفه الاستاذ وائل ونحكي معه قبل ما نمشي اذا بتريدي. اوكي وائل. يا وائل تعال حبيبي. حبيبي مين هاد؟ حدا وائل خطيبك. نعم لو سمحتي هاتي. سوري. تفضل. شكرا. الله يثبت علينا العقل يا رب. فيني افهم شو بكي نور؟ يعني حتى حمد الله على السلامة ما قلتي لي. مو لا تكون مسافر بالاول؟ الله يوفقك، قوم ارجع محل ما اجيت بيكون احسن. بدك ياني ارجع على الاردن؟ هلا برجع. ها كنت بالاردن؟ بالاردن كنت، وانا امبارح فات لي وراك نص الشام. لك يا عيني شو بس. وانا كمان. وانا اصلا انا قلت لها نور من ساعة اللي شفتك ما ارتحت لها. لك مستحيل شو هالحكي هاد. مستحيل شو هالحكي هاد. بس تفهم اخي، اذا ما هاد بدك ياني قلي، ما هاد بدي اياكي. بس بنات الناس ما نون لعبة. انا بعيوني هي شفت سيارتك امبارح. كلها شفنا سيارتك. ايه كلها سيارتك. طيب احكوا هيك من الاول، والله رعبتوني. لا تعي معي لقلك. تعي ما بدي. تعي بدي اورجيكي شغلة تحت. تعي. لك عم يضحك. ما بدي. لك تعي. شوف شلون ردت عليه مثل الهبلة. ليه؟ هلا بدي اسمع كلمتين. انا اصبعتها صغيرة بكل الشباب اللي بتشبهه. قوم قوم تعال شوف. يلا عيب الشوم بس.
وائل شو وين اخذني؟ هاي هي المفاجأة. شو هاي؟ هي سيارتي الجديدة. عن جد عم تحكي؟ لا كذاب. كذاب؟ طلعي من الشباك وشوفي صورة مين معلق جوا. طيب وسيارتك القديمة؟ بعتها قبل ما اسافر على الأردن. هيك بتشكي فيني يا نور؟ ربنا يسامحك. أنا آسفة حبيبي. آسفة؟ آسفة خلاص وقولي. يلا قومي روحي مشوار فيها. ما بقدر هلا بعدين. أنا محضرة شغلة هيك ضرورية.